أستاذ جمال العدل معايا على التليفون. عايز أقول لك رمضان كريم وكل سنة وأنت طيب وكل حاجة حلوة يا أستاذ جمال. أنا وأنت بصحة وسلامة حبيبتي ومستمعينك ومشاهدينك دايما بخير. حبيبي يا أستاذ جمال. أستاذ جمال، إيه حكاية فاتن أمل حربي؟ ده أنا النهاردة من أول الاتصالات فاتن أمل حربي، فاتن أمل، في إيه؟ شريف سلام، في إيه؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ لا لا لا، أنت مش كده، مش كده، مش كل سنة تعمل لنا كده حاجة، مش ممكن يعني. يعني طبعا عايزة لا بجد يعني، أولا عايزة أبارك لك على يسرى بالشكل الجديد والتنوع وأحلام سعيدة ويوتيرن، ولكن عايزة أقف عند فاتن أمل حربي ونيلي وشريف سلامة. يعني إيه الحكاية؟ هقول لحضرتك المرة دي هتغير قوانين يا أستاذ جمال. أتمنى والله من الله، أتمنى طبعا من الله لصالح المرأة المصرية تحديدا والمرأة العربية بشكل عام. احنا كشركة بيبقى دايما عندي رؤية ان احنا نعمل ايه السنة دي، فمن ضمن من جد زي ما انت قلت شكل يسرى السنة دي، وبنقدم يوتيرن الفنانة الجميلة رام حجاج اللي هي البطلة بتاعت الشركة القديمة من ايام سجن النساء. بس دايما بنحارب كل سنة بمسلسل كده تحديدا، مرة بيبقى قضية رأي عام، مرة بيبقى حارة اليهود، ميت وش. لا ما انت على طول بتعمل فينا عمايلك. فكرة نجاح، فكرة موضوع بين الدرايات عشان التعليم. احنا المرة دي حريصين او السنة دي ان احنا نقدم فاتن امل حربي. وطبعا بيسعدني جدا ان الاستاذ ابراهيم عيسى الكاتب الكبير يكون اول مرة بيكتب بحاجة للدراما التلفزيونية، وطبعا اخرج المخرج الجميل ماندو عشان ابني ماندو العدل، عامل شغل فظيع. لا بجد يعني قال له كذا سنة الصراحة ده حقيقي. ونيلي طبعا يعني مش قادر اتكلم عليها، نيلي دي ممسوسة يعني ما شاء الله عليها. حاجة ملهاش سقف في والله ملهاش سقف، يعني تتوقع منها شيء شاطر فتفاجئك ان عامله اشطر من الشطاره اللي انت عارفاها عنها طبعا. لا وهي هي بدايه نيلي مع حضرتك، هي نيلي راحت في حته تانية خالص من اول ما بدات تشتغل مع حضرتك. ده موجود جواه وشريف سلامه السنه دي انا بنراهن عليه انا وماندو من اول ما رشحناه انه باذن الله زي اسر ياسين كده السنه بتاعت ميت وش هيروح في حته تانية خالص باذن الله. طبعا انا عايزه اقف برضو عند احلام سعيده، وفي ظاهره رائعه السنه دي في رمضان انا خدت بالي منها، ان في اهداءات كتيره جدا على تترات المسلسلات. يعني الاختيار، في اهداء لكاتبنا استاذ وحيد حامد، راجعين يا هوا طبعا لاستاذ اسامه انور عكاشه، سوتس للمستشار والمحامي الكبير رجائي عطيه، في بيتنا روبوت الفنانه دلاله عبد العزيز الكبير قوي، سمير غانم، أحلام سعيدة الرائع اللي وحشنا دايما الخيال سامي العدل. فدي السنة دي يمكن يعني أنا خدت بالي من أول رمضان، ودي حاجة مستني جدا وعجبتني جدا يا أستاذ جمال. أولا يعني هي سنة يا أستاذة أنا سنتها من أول ما سامي مات الله يرحمه، لأن هو كان سبب دخولنا كلنا المجال ده. أنا بعمل كده دلوقتي بقالي دي 8 سنة. كونهم حذو وحذونا ده شيء جميل ولطيف وظريف ان الناس كلها تعمل اهداءات للشخصيات المؤثره في حياتها، لا سيما من هم من صناع الدراما او من الناس المهمين فيها، فده شيء يكبرنا ويكبرهم ويكبر شغلنا كلها. طبعا مظبوط. اتكلم بقى على احلام سعيده. احلام سعيده ومدام ديدي. ايوه. وديدي هانم، ديدي هانم. أيوة. انا عايز اقول تاني برضو زي ما عملنا ابراهيم عيسى، كان اول مره معانا في الدراما التلفزيونيه، اول مره المخرجه الكبيره هاله خليل تكتب مسلسل اصلا، فبرضو انا حاسس انها تعمل اضافه كبيره جدا للدراما التلفزيونيه، ودول يعني لهم قيمة كبيرة في العالم الدراما بشكل عام في الأفلام. فأنا مبسوط جدا إن هم دخلوا معنا السنة دي في الدراما التلفزيونية. فهل عاملة مسلسل طريقة سرد وغريبة شوية وشاطرة جدا فيه، وطبعا الأستاذ عمرو عرفة المخرج الكبير، فإحنا بصراحة عاملين حاجة. وطبعا أنت عارفة يسرى هي مشيطة عريضة جدا وتستحمل وتستوعب انها تعمل انماط واشكال وادوار كتيره، انما كمان من الصعوبه ان انت تلاقي لها حاجه ترضيها وترضينا. فانا شايف ان احنا بنقدم حاجه مختلفه مبهجه
لطيفه ذات مغزى ومعنى برضو، مش مجرد ناس بتهزر. اعتقد انه برضو هيبقى من المسلسلات المهمه السنه دي جدا، لان هو جنب الكوميديا هو في موضوع وفي دراما، يعني في طبعاً. في حاجه مهمه هنا. في سؤال استوقفني دلوقتي من كلام حضرتك، نيلي كريم بعد ما بدات تعمل حاجات كتيره قوي اجتماعيه وحاجات كانت الناس بتقول بقى خلاص كفايه نيلي نكد ومش عارف ايه وكده، طلعتها وخلتها تلعب كوميديا بشكل كبير قوي. صحيح. والسنه دي يسرى بعد ما برضو قعدت تعمل حاجات اجتماعية الفترة اللي فاتت خلتها تعمل كوميديا، بتبقى انتوا الاتنين متفقين يا أستاذ جمال؟ ملحوظة شاطرة جدا منك. طبعا. طب الحمد لله. يعني ان جرأة النكد بتبقى زيادة شوية، هي نفسها بتبقى تعبانة، لان هم بيقعدوا في المسلسل بالخمس ست شهور، فده بيبقى حمل جامد جدا على جهازهم العصبي والنفسي. فبنتصور ان بعد سنتين ثلاثة بالشكل ده ضروري نعمل حاجة بره الصندوق زي 100 وش او زي احلام سعيده، ثم نعود تاني للقضايا اللي تهم الناس. يعني برضو يعني الانترتيم ان الترفيه نفسه بحد ذاته حاجه مهمه طبعا، بس الاهم منه لو لقينا موضوع كويس نتكلم فيه. واحنا فعلا بنحتاج الكوميديا يا استاذ جمال. يعني يمكن السنه اللي فاتت رمضان كان المفروض اعتقد عالم موازي ينزل وبعدين ما نزلش طبعا بسبب الظروف اللي حصلت لدنيا، ولكن بنبقى محتاجين حاجه كده يعني حاجه كوميديه في رمضان، لان حاجات والله يا حبيبتي حاجات مش حاجه واحده بس. اما الكوميديا صعبه جدا، ضروري تبقى مكتوبه كويس قوي والمخرج بيفهم قوي، ما تقلبش تهريج يعني عشان ما تبقاش الناس بتستسهلها وناس تطلع تهزر وكده. بيبقى كوميديا مش من خلال موضوع، اللي من خلال موضوع هو اللي فيه صعوبة شوية، عشان كده مش طول الوقت بنلاقي موضوع بالشكل ده نقدر نعمله. انما طبعا الكوميديا حاجة من يعني بتوحشنا وبنحتاج لها جدا، وفعلا مهمة جدا جدا. استاذ توفيق عبد الحميد، جبته ازاي بعد الغيبة دي؟ توفيق عبد الحميد صديق عمري كله، واحنا لينا مع بعض محطات كان اهمها حديث الصباح والمساء طبعا، وكان هيعمل دور ابو نيلي في الاعلى سعر، ثم للاسف جاله ديسك فالاستاذ الكبير نبيل الحلفاوي طبعا. يعني حضرتك كنت بتحاول معاه من فتره، كل يعني كل سنه. لان انا مستخسر جدا الشطاره الجامده دي، بالظبط، من انا بشوف انه من اهم الممثلين الموجودين في مصر اصلا. طبعا موهبه مهمه جدا، فكل سنه بحاول، فالسنه دي قدرت اثر عليه وساعدتني جدا ريهام. انا كلمته في مكالمه دافيه جدا ولطيفه وقالت له يعني انت زي والدي وكذا، الراجل امتن جدا وكان قرا المسلسل وعجبه، فرجع وعمل يعني مش ماستر سين، يعني عامل شويه مشاهد هتتدرس يعني باذن الله. استاذ جمال كان بيرفض ليه؟ يعني الناس الحلوه دي بترفض ليه؟ يعني طبعا انا ما اقدرش اقول لك ليه، بس يعني ممكن اعمل استيميشن تخمين من عندي. هو الناس قالوا عليه مش لاقي ياكل، ايوه كلام سخيف قوي بصراحه يعني. لا لا لا، ده انا عايز اقول لك ان الايام لاعلى ساعه والله العظيم ثلاثه، اقسم بالله اللي شبه تديني اجر كام اتبرع بيه ل 57. قلت له لا مش محتاج فلوس، انا ما عنديش ولاد وعندي بيت وعندي مش حاجه. والسنه دي على فكره نفس الكلام تقريبا، قسمهم ثلاث في ثلاث بطريقه غريبه كده، يعني الموضوع مش فلوس خالص قد ما هو يعني مبتعد، مش لاقي دور كويس يبسطه، المجال على بعضه جايز مش عاجبه، والله اعلم ايه. انما هو المره دي قرا المسلسل وعجبه جدا، والجو العام والمناخ وجايز برضه يبقى اشتاق ونفسه يرجع، انما هو صحيا تمام دلوقتي. وعمل لنا مسلسل اعتقد انه هيبقى علامه مهمه جدا في رمضان برضه. استاذ جمال خلصت اي حاجه منهم ولا لسه؟ برضه ده كلام يا انجي بقى. لسه. يعني لسه يعني على 27 28 كده مع بعض. لا قولي لو ربنا كرمنا هنبقى في 20 21 15 في مسلسل فيهم. يعني من الاسبوع الثاني او الثالث ان شاء الله. ان شاء الله. مش بتفكر بقى في ال 15 يا استاذ جمال؟ لا ال 15 ده ضروري يبقى سيستم على بعضه، المنظومه محتاجاه الشركه المتحده تقول بالمحطات بالاعلانات بالمعلنين، فنقوم نعمله. انما ما ينفعش شركه كده لوحدها بتبقى حاجه نشاز شويه، مش حاسس انها حاجه لطيفه.
فانما ال 30 انا احب يا ريت يبقى في سبعات وخمسات واتناشرات يعني حاجات بتاعه زمان دي. اه طبعا اه بس لغايه اللحظه دي هو ده السيستم، واحنا مجرد ترس منظومه كبيره. ايوه اه فيعني اتمنى ان تبقى الدنيا ريق 15ات وعشرات وكل حاجه. استاذ جمال حريص تشوف ايه بقى بره مسلسلاتك؟ ما والله ما فيش غير الاختيار بيجي بعد يسرى فبتفرج عليه، ولانه مسلسل مهم ولان احنا حضرنا احداثه هي دي اللي احنا عايزين نوثقها للاجيال اللي جايه. انا حريص جدا على الفرجه عليه واستعاده الذاكره فيها، رغم ان هم 10 سنين او 8 9 سنين، انما مهم قوي ان احنا في التوقيت ده نتفرج تاني ونشوف ونفتكر احنا كنا فين وبقينا فين. حاجه مهمه جدا، ان وده دور الدراما ينزل في ان احنا المفروض نوثق شخصياتنا المهمه في التاريخ حتى. صح طبعا. يعني مش بس الفتره اللي فاتت دي مهمه جدا، قبل كده في اجيال ما تعرفش حاجات كتيره قوي يا استاذ جمال. مصر مليانه بالكفاءات والعلماء والفنانين والمفكرين، ما يستحقوا ان احنا نذكرهم لاسامه، والناس ما عادتش بتقرا قوي، فمهم ان انت تعرفي الناس من خلال الدراما بحاجات كتير قوي، منهم دينهم حتى. صح. يعني ممكن الدين والثقافه والتعليم كل حاجه لازم من خلال الدراما سهله، بس نعملها بجديه يعني. صح مظبوط. في شخصيه معينه حابب تقدمها لنا كسيره ذاتيه الفتره اللي جايه يا استاذ جمال؟ يا سلام كتير. زي ولا مش عايز تقول؟ ما حدش هيعملها زيك. بس زي ايه؟ حياتي نفسي امنيه حياتي اقدم فرج فوزي. الله. امنيه حياتي قلت كده كذا مره، وطبعا كتير ده فرج فوزي. بس اتمنى اقدم فرج فوزي. طب يلا يلا. ما باذن الله بنتفق مع الاستاذ حسن عبد الله رئيس الشركه المتحده على كذا مشروع، اعتقد باذن الله يبقى ده واحد فيهم يعني. هم محظوظين ان هم يعني بيشتغلوا مع جمال العدل بجد. والله لا 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 ده وانا كمان والله محظوظ بيهم بصراحه، الاداره الجديده متعاونه اقصى تعاون، الحق معايا ومع غيري والدنيا مختلفه جدا عن السنين اللي فاتت. عشان نعرف نطلع اعمال كويسه، ما هو لازم كده يا استاذ جمال، لان مصر يعني دي مصر يا جماعه، يعني دي مصر ودي الدراما ودي السينما والثقافه، يعني ما ينفعش. فهو لازم ودي الرياده المصري اللي من سنه 60، وده اقدم من دول كامله. صح مظبوط. المفروض الناس تهتم بالقيمه اللي احنا بنقدمها، وبيني وبينك برضه عشان ما يبقاش كله عليهم، احنا كمان عندنا بعض المنتجين والمنتفعين من المهنه دي، لا هم منتجين ولا فاهمين الشغل اصلا ولا فاهمين بيقدموا ايه لمين. انا اتمنى ان الدنيا دي تصفى ويفضل لنا الناس الكويسه بس في كل المهن عشان نطلع لقدام، لان الناس دي بتاخد من اللي احنا بنعمله. صح صح صح، عندك حق يا استاذ جمال. صح اتمنى والله. صح استاذ جمال، صوتك طبعا تعبان ومرهق وانا متخيله طبعا، وانا بشكرك على المداخله دي، بس انا ما ينفعش اصل رمضان من غير جمال العدل بيحصل فيه خلل. ده بجد يعني السنه اللي انت فعلا ما كنتش موجود فيها كان في كده، عارف، تحس ان الدنيا مغيمه مشبر، في حاجه مش كتير. دايما بجد بتقدم لنا حاجات حلوه. طب مش هتدينا نبذه بقى كده عن حاجه من اللي انت بتعملها دي يا استاذ جمال؟ لا يمكن يرضيكي بعد التعب كله. لا ما يرضينيش بصراحه. لا ما يرضينيش بصراحه. يعني مبسوط كمان، عايز اقول لك والله قوي، والله مبسوط جدا من يوتيرن وريام حجاج، لان انا كنت حاسس ان الناس ظالمينها جدا زياده عن اللزوم، وهي بطلتي من ايام سجن النساء، فحاسس ان انا مقدمها بطريقه جديده جدا وهتعجب جدا الناس باذن الله. هي مفاجاه توفيق عبد الحميد كمان دي طبعا، وهم عاملين مع بعض مشاهد عالميه، يعني حتى الناس بتوع الرقابه بيتفرجوا، قال علاقه الاب ببنته دي ما شفناهاش في الدراما بقالنا 7 8 سنين، احنا عاملين علاقه حلوه جدا بينهم باذن الله، هتلاقي استحسان عند الجمهور جدا. وهتوجع قلبنا في فاتن امل حربي مع الولاد طبعا. ما ده بقى بص انا خايفه اتفرج والله. الحاجات دي مش ده، عايزه اقول اذا كنا احنا عاملينه عشانكم. ما انا ما عايزه اقول لحضرتك بقت بتوجع قلبي بشكل يعني ربنا يستر. لا احنا عندنا حالات طلاق طبعا مؤلمه وحقيقيه. انا عايز اقول لك اني مش عايز اقول اسامي، ان في ناس بتتفرج معانا في اللجان بيقول لك ده بيحصل في مصر. ايوه بيحصل في مصر. وعايز اقول لك ان الدوله دلوقتي الموجوده عملت حاجه اسمها اماكن الاستضافه، انا شخصيا ما كنتش اعرف حاجه عنها.
اوف فعلا يعني، انا يعني حتى في الحلقات اللي جايه مش عايز احرق، ايوه انما دي حاجه راقيه جدا، ولا كاننا في كوبنهاجن ولا كاننا في سويسرا، ان واحده في الدوله المصريه لما تبقى مش عارفه تقعد فين بعيالها، فتقوم الدوله تدي لها مكان تقعد فيه 3 شهور، تجيب لها دكتوره نفسيه، تجيب لها محاميه تدافع عنها لمده 3 شهور ببلاش، ده حاجه راقيه والله. ده بكثره. حلو قوي يا استاذ جمال، ده انا ما اعرفش انا الموضوع ده شخصيا خالص. انا كنت اعرف حاجه اسمها الاستضافه، وفعلا صورنا فيها، واللي هيطلع في المسلسل ده هو حقيقي يعني، مش ما فرشناش، اقسم بالله في منتهى النظافه والشياكه. طب والله فدي ده حاجه حلو مهمه قوي. نسلط الضوء عليها، وان احنا وبرضه مشاكل الستات نسلط الضوء عليها، لان طبعا بتحصل اكتر، واحنا جايبينها من محاكم الاسره مش من المشاكل دي. فاتن امل حربي دي موجوده حوالينا في كل الاماكن، يعني دي قصة واقعية حقيقية بتحصل في كل، يعني يعني مليان كامله منها، مليان منها. كامله بالظبط كده، كل البيوت وكل العائلات فيها فاتن امل حربي. يا أستاذ جمال ده بيحصل كوارث، احنا بس لو فتحنا وقرينا الحاجات اللي بتحصل لنا ما انا هتبقى هوريك أكتر من اللي الكوارث، بيحصل في فاتن ما انت كمان اللي يعني. زعلانه وانا هوريك لا أنا الكوارث. أنا بص هقول لك على حاجة، أنا مواضيع الأطفال دلوقتي بقت يعني ما بيحصل لي فيها يعني، بقيت كده بتلبش أنا بشوف الحاجات دي. لا بس اذا مش بس هنخبي رسمه في الرمل، احنا صح وده المفروض. غير القانون اللي قايم على بقاله 100 سنه ضروري يا يتغير. أستاذ جمال أنا فاكرة زمان كان في فيلم اسمه امرأة مطلقة، أعتقد كان محمود ياسين وسميرة أحمد حاجة كده، مش حاجة كده. أنا فاكرة وقتها أما هي جه هو أعتقد عايز يتجوز ولا حاجة، الست بولادها بتطلع يعني بلا مأوى وبلا مأكل وبلا مهنة لا 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 ما ينفعش. ومش كده بس، وحاول قد ايه طلع عينها كمان، بزود الطينه بله بله بله. انا عايز اسمع لك حاجه، انت احنا غيرنا قانون التحرش والاغتصاب قضيه راي عام سنه مظبوط 2008، مظبوط. ونتمنى من الله ان المسؤولين واحنا عندنا دعم كبير جدا منهم نقدر نغير قانون اللي هو الضم والرؤيه الحاجات المهينه جدا للاسر المصريه والاطفال المصريين وللست المصريه. ده مش معناه ان يعني الستات طيبين جدا طول الوقت، بس اغلب الاعم هم غلابه، والناس القانون بيسمح للرجاله بانها يعني بتتعبهم جدا زياده عن اللزوم. فنتمنى من الناس المسؤولين ان هم ينظروا، يعني جايز يكون المسلسل ده سبب في ان هم غيروا هذه القوانين الجائرة جدا في حق الستات والأولاد. يا رب يا أستاذ جمال بجد، لأن الواحد بيشوفه وبيسمع وحواليه قصص بجد صعبة جدا يلا جدا جدا. تتحلك معانا يا رب أنا معاك أهو، أنا معاك، هتفرج هتفرج رغم حبيب. القسوة بس هتفرج، لازم أشوف. أنا هبعتك المناديل لا طيب. أوكي هشوف نيلي مودينا فين السنة دي. لا لا ده يبقى عظيمة. جميلة جميلة. طب سؤال كده برضو في الآخر قبل ما أمور أقفل، معلش أمور برضو يعني هو موضوع حلقتنا السنة دي، أمور إعلانات كتيرة جدا نزلت بفنانين، أوكي ما أنا بحب أصلي كلامك ورأيك قوي بصراحة، فإعلانات تمام. كتيرة قوي بفنانين، وفي أكتر من فنان عامل أكتر من إعلان، والسنة دي كمان بقوا بينزلوا التيزر أو الأغنية، أو يعني بقى بيتعامل الإعلان معاملة المسلسل، تمام رأيك إيه بقى في الموضوع ده؟ والله بص هقول لحضرتك على حاجه، وفي الاول وفي الاخر اللي دي منظومه بتاعت صناعه كامله على بعضيها، يعني انت المسلسل بتاعك لو مش كويس مش هيجي لك عليه اعلانات، والاعلانات دي مؤثر، مش معناه ان كل حاجه الاعلان، بس هو مؤثر لنجاح اي عمل هو كميه الاعلانات اللي بتيجي عليه. وبنفس المنطق ده كونهم يجيبوا عمرو دياب او احمد عز او كريم او نجومنا او نيلي او كده يعملوا اعلانات، ده دليل ان هو شخصيه مؤثره بالنسبه للجمهور، فبيحاولوا يستعينوا بيه نظير برضو اجر كبير. فهي منظومه على بعض، زي ما قلت لي الحالات تبقى 15، هي دي صناعه كامله متكامله، احنا جزء فيها والنجوم جزء منها. انا بشوف ان النجوم بس تقدم حاجات على قد نجوميتهم، ما يعملوش حاجه مش لطيفه يعني. لما اغلب اللي انت شفتها راقيه ومحترمه ومشاريع مهمه، وهم طالعين بشكل كويس ومحترم، ليه لا؟ كل العالم بيقدم. عمر الشريف كان بيعمل الاعلانات كان تحفه طبعا. طيب اشمعنى لو قلت كان لا تحفه؟ بالعكس انا مش ضد، انا مبسوطه لان في ناس متغيبين مثلا ما عندهمش مسلسل فهم معانا من خلال الاعلان، فدي حاجه يعني ده بيعوض ده.
بس هي ظاهرة. انا جالي على الايميل النهاردة كتير جدا، يعني في ناس جالي الاعلانات كتير، مش عارفين ده المسلسل ولا ده الاعلان، مش يعني عارف في ناس. لا الكلام ده نقعد نقوله طول العمر، انما عايز اقول لك ان دلوقتي في سبوت فيد بتعرض من غير اعلانات وفي شهاد وهكذا. اللي عايز اقوله برضو ان احنا طول الوقت المسلسلات اللي كنا بنتكلم عليها اللي بقت 7 حلقات و5 بتسمح لنجومنا اللي ما عملوش مسلسلات زي عمرو يوسف مثلا السنة دي عنده مسلسل 8 حلقات، وفلانة اللي ما طلعتش السنة دي عندها. كل الناس الحمد لله شغالين بطريقة ألطف من السنين اللي فاتت، بدليل توفيق عبد الحميد وفادي عبد الغني وبعض ممثليننا ونجومنا الكبار اللي كانوا قاعدين في البيت دلوقتي كلهم شغالين. دي فادي عبد الغني دي كمان، يا نهار ابيض، برافو عليك، برافو عليك. انا بحب انك بتقعد كده ايه تدور وتشوف يعني بجد، لان عندنا ناس عظيمه عظيمه بجد طبعاً. يعني حرام كنا ما نستعينش بهم، احنا الخسرانين. مظبوط مظبوط، انا خسران اكتر منهم. دي طاقات وكفاءات وخبرات مهمه جدا. صح يا استاذ جمال، صح. اللي بتخلي الجيل اللي بعده يتعلم منه ان ده الجيل ده ضروري يبقى موجود. يعني مظبوط مظبوط. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، واكيد هنتقابل بقى على النص التاني بقى ان شاء الله، نعمل مداخلة ونحرق بقية المسلسلات. ان شاء الله يا استاذ جمال، بالتوفيق، وخلي بالك على صحتك من فضلك ارجوك. خلاص يا استاذ جمال، كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وحضرتك طيب، مع السلامة يا استاذ جمال. شكرا شكرا، مع السلامة.